السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي طلبوا مني إعادة ما فهموش الموديل وطلبوا مني إعادة الشرح، غادي نحاول نشرح لكم بواحد البساطة باش تقدروا تفهموا الموديل. بالنسبة لهنا دخلنا بجوج، هنا دخلنا بجوج على حساب الموديل، وهنا قسمنا على ثلاثة. التركيز ديالنا قسمنا على ثلاثة، خدينا الثلث الأول. الثلث الأول هو فاش خدمنا درنا هالتراساج من هنا، جينا لهنا هبطنا بعشرين ودرنا خط، خط راه مايد شوية، خط راه مايد شوية كيما شتو، راه ماشي ديريكت. كنجيو من هنا كروازي، عندنا موديل كروازي بمعنى واحد الطرف غادي يجي للجهة الأخرى، ها هو النص الميليو كروازي بالنص ديال الربع، بمعنى هنا نص ديال هنا زدناه هنا من قسمنا هنا على جوج، داكشي اللي عندنا خرجنا به لهنا. كنجيو لي بلي هنا حد الخصر، كنجيو لي بلي، لي بلي باش نديروهم نورمالمون كنحسبوا الموديل شحال عندنا من البليه، داكشي اللي عندنا في البليه كنقيسوا من هنا لهنا اللي خرج لينا فيه، كنقسموا على عدد البليات اللي بانوا لينا في الموديل. هذه هي قاعده، ولكن هذاك الموديل راه ما باينينش فيه عدد لي بلي لانهم مخدومين بواحد الطريقه ماشي بروفيسيونيل باش يبانو. درت حساب ديال 5، قول 1 2 3 4 5 ديال لي بلي، ممكن ديرو اكثر ممكن ديرو قل على حساب كل واحد واشنو شحال من بغاو، ولكن هذيك قاعده راه قلتها لكم. كنجي كنطراسي بواحد الخطوط متوازيه وغادي نقطع، تقطيعها غتكون من هنا، هادي غادي تكون اون بيس مون بوحدها، ومن هنا لهنا كما شفتوا في الموديل في الفيديوهات السابقه قطعنا هاد البارتيه بوحدها. هادي غنقطعوها، غادي نجيبوها مع الظهر، غادي نجيبوها مع لون بيس مون ديال الظهر. علاش غادي نجمعوهم؟ يا اما غيتجمعوا هنا بالخياطه، يا اما هادي غادي تحط من هاد الجهه وتكون اون بيس مون وحده باش نجيو نطرزو عليها تجينا بياسه وحده مجموعه، ولا غادي تخيطوا. المهم غادي تجمعوا هادو، غادي تجمعوا لان غادي دار فوق منهم الطرز. نجيو لهنا اللي فيه الخدمه، هنا ملي غادي نقطعوا عندنا لي بلي، بليه من الفوق من مقطوعه من الفوق لتحت، دونك غادي هادي كلها غتقطع، هادي غتقطع، هادي هادي هادي. ملي غنقطعوها خاصنا نحطو بين بلية درنا فيها 3 6 اونكاشي، يعني 3 3 غتكون من هنا، المسافة من هنا لهنا اللي غادي نخليو هي 6 سنتيم. كيفاش؟ هاهي هادي خدمتها لكم، راه كاينه في الفيديو، خدمتها لكم باترون واحد اخر اللي قطعناه هو هذا، ها هو راه غير ما بانش لي، غيكون باين لكم دابا، ها هو هادو هما الطروفه، راه درت عليهم العلامات. علاش درنا العلامات؟ باش ملي نقطعو ما يتلفوش لينا، راه ملي غادي تقطع بالورقه غادي تقطع بالمقص راه ما يبقاش يبان لك شنو هو اللي لقدام واللي لتحت ولا اللي فوق. ها هي لصقتها، راه هما هادو اللي قطعنا، درنا فيهم اللي قطعنا، درنا فيهم 1 2 3 4 هكذا كيسهل علينا، كيسهل علينا. راه ممكن هادي تفاداو هاد البليه ما ديروهاش، تجيكم غتجيكم من المخشيه لداخل بلا ما تعذبوا فيها ريوسكم. دابا ملي غنجي انا نقطع عندي جوج احتمالات، يا اما غادي نحط هاد الطروفه اللي درتهم 1 2 3 اللي درتهم على التوب نيشان، يا اما غادي نديرهم على باترون صوب باترون ديالي نقادو بحال هكا، ومن هذا يتحط نيشان على يتحط نيشان على التوب ديالنا اللي غادي نفصلوه، ولا غادي نحطو دوك الطروفه غنحطوهم على التوب بهذا الشكل هذا. لا هادي هكا دايره بحال هكا، غنحطو دوك الطروفه كل واحد بوحدو، ولكن ملي غنحطو ضروري تراعيو الطريقه اللي وريتكم في الفيديو، انه كيتحط واحد ويتحسب 6 سنتيمتر ونجمعو البليه عادي تحط لينا داك الجزء الاخر. هذه هي الطريقه السليمه باش ضمنوا لي بلي يجيوكم مقادين، يجيوكم على الخط، لان خصنا نحترموا. ملي غنجي انا نحط الباترون نلقاه انا محطوط ليا على الحزام،
ما لقاش انا طالع ولا هابط. واصلا هاد الموديل هاد النوع ديال لي بلي راه كيتخدم على المانكان، اللي بغى الخدمه نقيه راه نورمالمون غيتخدم على المانكان اللي هي لا طاي ديالك. يعني مثلا بغيتي تخدمي هاد هاد لا غوبليك، المانكان لا طاي ديالك كتخدم عليها بواحد السرعه ويجي ادق من الا درتي الباتروناج، خصوصا في هاد الكوتي اللي فيها لي بلي. كتولي تحطي التوب ديالك، كتحسبي المتراج وكتمي غاده وتشدي بالفنيت حتى تسالي، كتحيديها وكتقطعي هاد كتقطعي هاد البلايص هادو صافو كتخيطي. اسهل طريقه ديال لي بلي راه هي الطريقه ديال لي بلي، راه هي الخدمه على مانكان ماشي على الباترون. بالنسبه للي بلي اللي كيكونوا بحال هكا اللي كيكونوا مقطوعين من الفوق ومن التحت، صافي هذا هو. بالنسبه لتحت راه عادي جدا، هادي لي فرونس كندخلوها هنايا باش هنا داك شويه التكماش اللي عندنا في الموديل. نفس الشيء بالنسبه للور، اللور عندنا هنايا كنقسمو على جوج. هنا كما شفتوا الموديل من اللور راه من هنايا كانت الخدمه، هنا كان خاوي من هنا، دونك حتى هي عادي جدا ما فيهاش شي حاجه، حتى كتدخل لي فرونس من هنايا صافي. هذا هو هذا هو الموديل. بالنسبه لكم كنجيو الفوق كنحسبوا غير من هنا لهنا تقريبا راس لكم، نقولوا شحال نديروا ليها، نديروا 5 سنتيم ولا 6 6 سنتيم، وكل جوج نحلوها، كل جوج حضروا 3 ديال البليات، وبين البليه وبليه ديروا فيها اما 4 يا اما 6 على حساب بليه من الداخل. غير هي لاباز ديال البليه خاصنا نحتارمو العدد باش اللي غنتنيو. يعني الا درتي جوج غتكون، الا درتي حليتي بجوج غتكون 4، ولا حليتي بثلاثة غتكون 6. كنحلو من هنا لهنا كما درت لكم في الموديل وصافي. هذا هو.